انت بتكلمني. يا سلام. ادخل ولا ما ادخل؟ سمسم. سلام عليكم دار قوم مؤمنون. سلام. اقرب اقرب قرب عندينا. مساء الخير. مساء النور. يا اهلين. شخصية جميلة. الله يعافيك. رائعة. الله يسلمك. تتمرن انت صباح؟ لا الظهر. يا الظهر. باينك لابس تكميلة من تحت. ها؟ حارس انت اول؟ مو حارس. جميل. انا اقول لا تبدا بالذبات لانه الذبة اللي عليك جاهزة جدا. صحيح صحيح. كيفك استاذ عبد الله؟ خير والله. ليش طلبتني طيب الحالي؟ بسألك سؤال. ايش رايك في الخيمة؟ زين والله. اليوم. جميلة. انت اللي افتتحتها؟ اي نعم. قرار غير موفق يا ابو زيد. جميل شكرا لك. لا تلقات افتتاح بكره والله مع احترامي لشخصك الكريم. لكن جميله والله يبيض وجيههم وفكره حلوه. يعني رايك يهمني. حلو جميل. انت اذا تتوقع انت اللي رايك يهمني. انت اللي رايك حلو. حلو. زين ابيك تكتب لي بيتين الان بما انك شاعر. سوبر ماركت انا يا ابو. يا حبيبي انت الساعه دي ام ارقام حلوه. ايه انا حاسبه. تشوف الدقائق والحاسبه حسب نقاطك. هذه ما تكلم حسب نقاطك في البرنامج. حلو. هذه تصلح صينية بعد تشرب فيها شاي. تصلح هيك؟ كبيرة. المهم ما علينا. نبيك تكتب لنا بيتين هنا في هذا البيت الشعر والخيمة الجميلة هذه. أبي منك بيتين. أبي بيتين. بيتين الحين؟ أي الحين الحين. لا كيف ما ماني بقاله يا برزي. لا 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 الحين الحين. بسرعة بسرعة. أنت شاعر. أنت شاعر. إحنا الموهبة هذه نبي نشوفها الآن. احنا نبي نشوف كيف تكتب بيتين في الـ 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 في الابداع في بيت الشعر هذا الجميل. وانا اعرف انك مخزون جميل للشعر وانت بما انك يعني ما شاء الله شاعر الموقف يعني جميل. انت استعديت الحين؟ حلو. لا كذا انت لابس سروال اسود. انا اول مره اشوف سادس ابتدائي معنا سروال اسود. بعلمك بالقصة يا ولد. انا كنت لابس بدله. إيه؟ وقالوا عيال ايش اسمه البس ثوب عشان حصه بدنيه. حلو. فقرة ابو ايش اسمه ابو عبد الله. إيه؟ مساءات. إيه؟ فالوقت داهمني. شكرا لك. شكرا على سرعه الموقف يا اخي. نعتذر لابو عبد الله صراحه. نعتذر. الحمد لله انه ما شاف. زين عطنا البيتين عبد الله. من اللي عندي ولا اكتب؟ ابيك تكتب لي الحين. الحين انت ما خلصت في الكتاب. انت تسولف فما راح تكتب. طيب قلب جوالك. اي قلب. انت تبيني اقلب عشان اكتب؟ لا ما ابيك تقلب على طول يا حبيبي. انت شاعر الموقف. يلا خلونا نسكت. خلونا نسكت يا شباب. خلاص خلاص شباب. الازعاج اللي هناك لا حد يتكلم. يلا وصلت. جميل. انت مستنكر انها يعني بيت شعر ذا ما تعرف انه بيت شعر وكذا ما بجزل؟ ابي 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 كذا ابي اشوف الابداع حقك. يلا يا ابو رزيقه. يا ابو رزيقه عيب. الله. يا ابو رزيقه عيب واكبر من العيب. افا افا. يا ابو رزيقه عيب واكبر من العيب. سلام. تسأل عن اللي عنه ما تسأل الناس. السلام. هذا هذا أول بيوت المعاريف والطيب. السلام. بيت الشعر بيت العرب بيت الإحساس. يا سلام يا سلام يا سلام. والله ما ادري كيف جات. يا ابو رزيقه عيب واكبر من العيب. يا سلام. تسال عن اللي عنه ما تسال الناس. هذا اول بيوت المعاريف والطيب بيت الشعر بيت العرب بيت الإحساس. سلامتك. صح لسانك. صح بدنك. عشان كذا ترى نكبتني يا ابو رزيقه. اعطيت عني. بالعكس. بروف يعني. يا اخي جميل جميل. بس احسن ما فيك انك شاعر الموقف. انت تداوم في شعر الدفاع. الموقف. داوم في الدفاع. شباب بيزعلون هناك الحين. وين بشوف؟ يقولون ليش جبت عبد الله ولا جبتنا؟ ويقولون بعدين بيقولون ان انت تحب عبد الله اكثر او شيء. لا هين المحبه. عارف ما تحب اهل يا ابو رزيقه. نادي كل الشباب ربعك يجون. انا نادي صوتك اطول. ينادهم بالصوت. يلا يسمعونكم. العموم اللي في الهنجر. العموم ثابت حبيبي مو طيران. انت فاهم. العموم ثابت. هرول بعد المايك. ازعاج يا حبيبي والله.